أحييكم من جديد، صباح الخير للكل. جوزيف عطية، مبروك الإقامة الذهبية، مبروك كل هالنجاحات اللي بسنة تعتبر الأفشل على مستوى العالم كله، أنت كانت اسم الله يعني الأنجح، إن كان بإطلالاتك التلفزيونية، بنجاحات أغانيك، بحضورك القوي بهالمرحلة. تعرف قدي بحبك، يعني ما في لزوم بوح فيه على الهواء. أنا بس سمعت هلأ لتروحي هيك رجعتيني، يعني كل ما أسمعك كل مرة بنرجع قديش 14 سنة يمكن وقف قدام أول ما بلشنا، وهيك بتفرحيني يعني بهالحكي الحلو، ونشكر الله على النجاح كله الحمد لله. أنا تبنيتك أصلاً من زمان بس مقصرة معك شوي. بس لا، لما شفتهم على تويتر لا عم بيهاجموك، ما قدرت دغري رديت بمطرح على حدا ما كان كتير قاسي، بس انه بمطارح تانية الناس بدنا نفهمها شوي بركي، لانه محقونة وغضبانة وزعلانة، عم تفش خلقها كيف ما كان على السوشيال ميديا. صح صحيح صحيح. ليك انا هالشغلة يعني هالموضوع هلا بالذات هيك باخده على مطرحين، اول شيء يعني الناس من حبها لوطنها ومن تعلقها بتعبر بحيالله وقت، بحيالله طريقة، فيها تكون غضبانة، فيها تكون هيك، يعني هذه الشغلة كلنا عم نقطع فيها. وأنا من الناس اللي أوقات كتير بالبلد بيصير أحداث بتخليني أوقات سب، أوقات أحكي حكي مش مزبوط أو أقول إشياء، هذا نوع من محبة، نوع من تعبير عن حب. وشغلة تانية الشيء اللي صار تجاهه ما بعرف، يعني أنا أكثر حدا يمكن صار تجاهه هالهجوم يلي هالحملة بالوقت يلي كتار العالم العربي كله حصل على هالإقامة الذهبية اللي هي شوي استثنائية مميزة بس للفنانين لتسهل الأمور والأعمال، يعني شغلة بسيطة لنا هجرة ولا واحد ترك بلده. هلأ اللي صار تجاهي أنا كمان أخذته إذا بدي أخذه المنحة الإيجابي، إنه كمان حب، يعني ليه صار تجاهي أنا بس، أنا أخذته إنه الناس عن جد هالقد شايفة فيه شيء وطني، وشايفة إنه لا إنه أنت يعني فهم إنه أنا يمكن هاجر أو تارك بلده أخذه، كانت ردة الفعل إنه لا مش أنت اللي بتعمل هيك أو مش أنت اللي بدنا إياك تفل أو الأخير، فهذا كمان نوع من حب. قالوا لك لو بقي خمس بيوت لو بقي خمس بيوت صح. وأنا هلا من بيتي مضيع من حمار شطالي على البلكون وعم بحكيكم، يعني باقي بلبنان إن شاء الله وشغلي بالإمارات إن شاء الله، كمان مشكورة دولة الإمارات، يعني هذا الشيء بيسهل شغلنا، بيسهل أمورنا إنه نفتح مجالات شغل أكثر، يكون في تبادل مثل بالزمانات كتار ناس بأدمغة أكيد ما بشبه حالي فيهم، ولكن في ناس كتار حصلت على جنسيات مختلفة، أمريكية يمكن أوروبية إلى آخره، بأي بلد إن كان، تتكون عم تنشر ثقافة، تتكون عم تنشر فن، تتكون عم تكون متواجدة أكثر بهالأماكن. فهيدي يعني وأنت ما يعني ما استعرضت كتير انه ايه انا عملت فيديو كلمة شكر، ايه كتبت كلمة شكر، وحتى عملت فيديو يعني تصورت هونيك وقلت، وكمان برجع بعملهم، يعني ما انا ما بقول انه عملت شيء غلط او الى اخره، بالعكس يعني هذا شيء بينشكر عليه يعني. وبشكر الناس فعلا فعلا، بشكر الناس كلها عم حبتها، هذه الناس كلها عم تحكي من محبة. صحيح انا اول هيك اول يوم او يومين ما اكيد ما بذكر اني اتضايقت، انه اكيد يعني انا مش يعني حبيت اقول لكل واحد لا يا اخي انا هون بلبنان وباقي هون، بس بعدين رجعت فهمت انه هذا الشيء نابع من حب الوطن وحب لالي اتجاهي، يعني الناس هالقد شافت انه هالقد انت بتمثل، يعني بتمثل جزء حلو من لبنان، وغنيتك هي يعني بمثابه نشيد للثوره وللبنان وللفرح وللبقاء والتشبث. رح نضل نقول من هون ما بنفل، اكيد من هون ما اوكي الا من هون ما اكيد. بس ليك تعرف شو جوزيف، ويعني الغريب بالناس انه انا كمان بروح مثلا على دبي بكتب انه شو هالبلد الحلو، شو هالبلد النظيف، شو هالبلد اللي بيحترم فعلا الناس فعلا. يعني ما فيك ما تقول هيك، يعني ما فيك تعني نفسك عن صحيح. اكيد هيدي حقيقة، يعني الواحد لازم يعطي كريدي للناس اللي بتشتغل او للناس اللي بتقدر واللي بتشوف واللي بتعرف، ودبي واحدة من البلدان او الامارات بشكل عام اللي حكامها عم بيعرفوا يديروا البلد بطريقة صحيحة، ليش بدي اتنكر لهالشي الحلو وما اقول عنه حلو؟ صحيح اكيد حلو صحيح. يعني نحن مثلا شو عمل لك بلدك؟
يعني للأسف. شو عمل لك؟ للأسف صرنا هون نحن عم نحكي هلأ بالبدك سياسيا أو ما بعرف اجتماعيا. الحالة اللي وصلنا لها مش كتير مشرفة مع حبنا الكبير للوطن. الماكسيموم نقابة الفنانين منعتكم تحكوا مثلا كمان شو رأيك؟ مظبوط يعني كل شيء عندي حتى نقابة الفنانين وصلت لأنه ينمنع الفنان يحكي أو يعطي رأيه يعني للأسف صحيح. أكيد نحن هيك مربوطين شوي بإشياء تقاليد سياسية أو ما بعرف هيك أفكار ورثناها جاهلية وبعدنا شوي متمسكين فيها. إن شاء الله لا بالمستقبل يعني هلا في جيل أنا بحكي هيك من أولاد عمي وأولاد خالي وهيك قرايبيني بتحس هيك في جيل جديد شوي صار عنده ثورة براسه هيك واعي شوي على الوضع وصار عارف إنه لا أنا ما بدي أكون مثل أهلي ما عندي تعلق فيه بأشخاص طيب بدي اتعلق بالوطن قد ما فيه يعني احب الارض انت جوزيف شو غيرت فيك هيدي المرحله بتاريخ لبنان؟ اكيد غيرت كثير يعني على الصعيد الشخصي غيرت مثل كل الناس بتعرفي الفن والدنيا وكل شيء وقف يعني انا فيكي بغني صار لي سنتين واقف على مسرح يعني هيدي اول شغله وشغله تانية بكل حدث يعني مثل ما بيقولوا بالمؤمن مثلا بيقولوا المؤمن بس تحكه بتشوف ايمانه يعني واحد بس يكون مؤمن هيك ويحب الناس والناس تحبه بيكون عايش بمحبة ما هذه كل انسان بيعيش هذه بالفطرة يعني الانسان بالفطرة بيتعامل بس تحكه يعني واحد بس يهجم عليه وبس ينكزه ويخير هون بيبين ايمانك اذا مضبوط فنفسها بتنطبق على الوطن يعني لما يصير بهالحالة وبهالوضع هون بينحك الانسان اذا عن جد بحب وطنه او بحس انه عن جد انه قادر يبقى او قادر يضل او قادر يناضل او الى اخره فانا اللي غيرته فيه انه حببتني زياده صرت حب يعني هلا عايش بضيعتي انا صار لي فتره كان صار لي فتره عايش تحت ببيتي بيروت جيت على الضيعه وبقيت مبسوط بالارض وباهلي بتزرع؟ عم بزرع وعم بهتم بالزرع وعم بوعى الصبح بكير ويعني هيك شوي بتحس الواحد رجع حكيني 4:30 اليوم وهي الساعه قد ايه؟ انا بوعى بكير عاده يعني بوعى ما بعرف 7 8 9 يعني بالوقت هلا عنا كمان مش تبع فنانين بشهر العذراء عنا صلاة بنعملها الصبح كمان ايه خبرني انت ملهم بهالقصص خبر الناس بركي شو بدنا نخبر عم نصلي بشهر العذراء هيك شهر مبارك وانا بحبه كثير يعني هيك اشهر بالسنه بتحس هيك بالنعمه اليوم هلا عم صلي صلاه حلوه كثير اسمها بومبي ما بعرف اذا بيعرفوها الناس بيعرفوها اكيد هيك تسمي يعني فيها ثلاث مسابح شو هي ثلاث مسابح يعني ورديه كامله بالنهار كل نهار يعني وبس ولا هيك صلوات معينه بقلب الورديه بس انه حلوه يعني واحد يكون عم هيك يصلي الصلاه كلها مين علمك اياها؟ نعم مين علمك اياها؟ هي موجوده بكتاب الورديه الازرق الصغير باخره هي محطوطه وموجوده ومخبرين عنها يعني ومحطوطين الصلوات شفت انا بالصدفه يعني وحبيت قلت هيك تكون هالشهر هلا هيك صلاه دسمه في بحاجه بدنا صلاه زياده هالسنه صحيح الله يتقبل منك ميرسي وكمان يعني موضوع الصلاة بحياتك بيأثر على شغلك يعني بيعطيك هيدا السلام بالتعاطي مع التانيين القدرة على احتمالهم يمكن تقلل غضب يعني كيف بتعمل سبار لجسمك بتعمل اكيد 100% هو اذا بدك مش بس بشغلي هو لما يكون هذا الشيء الاساسي يعني لما تكون اولويه بحياه الواحد التزامه وصلاته والاخر كل شيء من بعده بيصير مربوط فيه يعني بيصير مع العائله مع الاهل مع الاصحاب بشغله بحياته بيومياته بتصير خلص اولويه لانه هي بتنظم كل شيء بترتب كل شيء وهذا اللي قلته قبل شوي انا فعلا هيك اخذته يعني انا هلا اللي صار معي بخصوص انه من هون انفل والفيزا والاخر صار انه مثل اختبار كمان اختبار لايماني لانه اذا واحد قاعد هيك عايش الناس بتحبه الى اخره اي اجر لكم بقلنا انه اذا احببتم انا احبوكم فهون الايمان بيلعب دور كبير اكيد بيلعب دور انك تعرف تقدر تحب وتقدر تصلي للناس اللي يمكن مطارح ما بتحبك مطارح بتهجمك مطارح الى اخره تعرف تكون عن جد بصدق بتحبهم يعني مش عنوان يعني لا تقدر تقعد تصلي لناس ما بتحبك شغلة صعبة أكيد أنا ماني هيك يعني أنا بجاهد إني أكون هيك يعني شغلة بدها مجهود وبدها وقت يعني
ونحن بنقول انه مش فرقاني معنا ويستفلوا ويقولوا مش فهمانين شيء من شيء، بس اي كلمة تجرحنا بطريقة ما يعني بتضايقنا، يعني انت ضايقتك مش انه هيك مررت علي عادي. اكيد ما في شك هيك قطعت بمراحل، اذا بدك بلشت مضايقة بعدين رجعت عن جد صليت للوضع كله وللناس والاخره بعمق، رجعت بعدين تحولت ل... هو فعلا هيك صار يعني، برجع بخبرك هيك تفاصيل كيف صارت يعني، رجعت تحولت لحب يعني، رجعت شفت هالشيء انه عن جد الناس من حبها لوطنها من حبها لإلي عم عملت هالشيء يعني، كأنه مش متوقع من شخص يعمل فعل عمله قدامك بدك تعمل ردة فعل، فهيك كانت يعني انا اخذتها بطريقة انه من المحبة يعني. وهو كمان جوزيف هيدي تقدير لا لا لفنك لحضورك، وهيدي لازم انه واحد يفرح فيها، مش يقعد يجاوب أكيد. الناس ويبرر للناس يعني. صحيح اكيد انا كثير مبسوط فيها، ولازم هي الناس اذا يعني العالم شوي ما فهمت شو هي، اذا بتعرف شو هي بالعكس بتقول بتشكر العالم اللي عم تكرم فنانينا يعني، هيدا عم يحصل عليها بسوريا بالاردن بلبنان بكل العالم العربي، الفنانين بشكل عام هيك مثل شيء استثنائي لاعمالهم، وتيصير في عمل اكثر بلا يعني، هن بدبي حابين يكون في هيك حركه اكثر للفنانين بطريقه معينه، حبوا يعملوا هالتكريم يعني، هو هالقد بسيط يعني. نعم. عندك اشي هلا بدبي بدك تعملها حفلات او شيء؟ اكيد اكيد اول شيء بلشنا هلا نشتغل على ما بعرف هن عم بيعملوا سيستم حفلات ضمن الوقايه بطريقه معينه، بلشنا نشتغل وبلس عم بعمل اغاني يعني، عندي شيء اغنيه خليجيه رح تنعمل بالخليج يعني بدبي، وعندي اغاني لبنانيه، امبارح كنت بالاستوديو كمان هون عم خلص اغنيتين حلوين من الالبوم يعني. رح ينزل الالبوم كامل؟ لا هو الالبوم بلشت وكان اوريدي خالص يعني، انا كان ينزل من قبل كورونا بس صرنا ناجل، هلا صرنا عم ننزل كل اغنيه لحالها، كل يعني كل فتره اغنيه، وهذا كل ما خلص اغنيه عم تنزل. كمان من الاشياء الحلوه اللي طلعت فيها على الام بي سي جوزيف واللي لفتت كل الانظار عليك اغاني في حياتي او شيء اسمها حلوه كثير، حلقه حلوه فعلا، حلقه حلوه ورجعت هيك بس حضرتها عملت هيك مثل انه صار يعني مثل واحد ينبسط بهالارشيف الحلو اللي بتأرخ يعني، بتطلب هيك الاغاني من اللي تروحي لليوم بلاقي هيك مسيرة حلوة يعني بتشرف، وأنا انبسطت بهالحلقة رجعت هيك تذكرت المسيرة الحلوة. رح يعني تعيش بلبنان، رح تضلك بالضيعة هيدي للي أكيد. مهتمين أكيد رح ضل بالضيعة أكيد إيه، ورح تروح من وقت لوقت على دبي بأعمال وشغل وهيك. طبيعي 100%. كيف شايف لنا هالوضع بلبنان؟ يلا نقلنا شوي. لا انا بتعرفي انا مش كتير يعني انا لا بحياتي مش كتير بجرب انه في هيك اقطع بين الاشياء تأثر على الاشياء المنيحه الحلوه. شايفنا رايحين على مطرح احسن؟ لا اكيد لا، يعني اذا بدنا نحكي الوضع الاجتماعي يعني الوضع صعب اليوم كل شيء، وانا حدا عايش يعني مش يعني منك يعني عايش عن جد على الارض يعني، بشوف الاشياء بشوف بالسوبر ماركت بالصيدليه بالاخره بختبر الاشياء، وانا بحس فيها في كثير اشياء وقت انا ما بجيبها يعني، انا بكون بالسوبر ماركت بغير الكورن فليكس بجيب واحد غيره او غير الحليب ولا غيره يعني، بعمل الاشياء اللي الناس عم تعيشها بيومياتها. بتجيب الارخص؟ بجيب الارخص اكيد، بجيب اشياء وطنيه اوقات هيك بتبدل شوكولات شوكولات يعني، بعمل هالاشياء كلها يعني، فعم بعرف هالشيء وبشوفه وبعيشه، فاكيد الوضع صعب حاسس بالناس يعني، ودائما يعني بدنا نرجع نكب امل يعني، ما في الواحد انت كمان سرقوا لك مصرياتك؟ كله قاعد عندي هلا هون عندي هالاوضه اللي واقف فيها هلا بالضيعه والكم متر حوالينا هيك شويه شجر وكذا ومبسوط فيهم. هاو هن الباقي راح، انا بعد ما لحقت لا افتح برا ولا اعمل شيء، بعدني قاعد في لبنان وكل شيء في لبنان. راحوا يلا بكره ترجع غيره مش مشكله ان شاء الله. ايه قول هيك اعطينا شوية بوزيتيفيتي. ايه هيدي الصلاة عاملة فيك هيك؟ اكيد اكيد، ما هي الصلاة بتعرفي شو، هي واحد بس يعبي حاله مظبوط من الشيء الصح بصير كل شيء ثانوي. لا شو بقول، لا تطلبوا كله سيزاد لكم، اطلبوا ملكوت الله وكل باقي سيزاد لكم، احضر تاكل تشبع وتلبس ما تعطى الهم، اطلب الاساسي وكل شيء باقي بينزاد. نعم
أبونا يوسف أنا اليوم كتير. وعائلتك منيح؟ كلكم منيح؟ نشكر الله كلنا منيح. صابتكم يعني كورونا يما؟ لا أنا بس الوحيد. أنت الوحيد؟ الوحيد بالعائلة. دخلك عامل شعرك أشقر؟ صح. شو هيدا ليه؟ هيدي للكليب فاكي لوك للكليب. وكمان ما مش جديد يعني والعمل يعني كل الناس شغل هيك انه كل لعيب كورة العالمية بيرجع ماشي شوية جمعة زمان بيطلع الرخيم القصه بيرجع اسود لانه كمان عملوا ضجة عليه. ايه مزبوط شو عامل بحاله. صح صح هذا لوك للكليب كمان راجع اسمر راجع اسود كله تمام ما تعطل. اكيد لانك اسود احلى يعني اسمر احلى. بسطت فيك جوزيف. انا كمان كثير وبشكرك على كل شيء. مبروك الاقامه الذهبيه وبتستاهلها وبتستاهل كل شيء حلو. شكرا. انا بشكرك عم حبتك دائما هيك مثل ما شفت ان كان بالتويت او بهيك وجودك او بالفويس مثلا حيالله شيء منك هيك بالوقت المضبوط بيطلع كثير حلو. وانا مجددا بشكر اكيد الامارات ودبي على هالاقامه القيمه يلي رح نصير اكيد في اعمال فنيه وفي وجود اكثر بدبي. وبشكر الناس بلبنان على محبتهم يلي بعبروا فيها بشتى الطرق يعني. وانا مني مقبول جدا واخذها فعلا كمحبه لوطنهم ومحبه لالي. بشكرهم كلهم وبقول لهم من هون ما بنفل حصرهم بحين الكل. مش بس لو بقي خمس بيوت لو ما بقي ولا بيت ان شاء الله رح نبقى بلبنان. حلو شكرا جوزيف. شكرا يا باي باي. حق ما بيموت.